طب ستوريز اليوم بستقبل السيدة ميرا سعادة معربس من جمعية من قلبي هالجمعية يلي لها عشرين سنة بهالعمل الإنساني والاجتماعي بلشتوا هيك مجموعة صغيرة مزبوط أصدقاء وتطورتوا واليوم عم بتزيد المهام عندكم بفتكر بها الأجواء الصعبة ما هيك مزبوط. شو سر الاستمرارية كيف قدرتوا مش بس تستمروا ولكن أيضا تتطوروا بدل ما تكفوا أربعين عائلة اليوم وصلنا يمكن لخمسمية وخمسين أو كمان رح تصير 600 عائله من نعم. وقت التعبئه العامه يعني مثل ما ذكرت نحن كبلشنا مجموعه صغيره كنا بايام الجامعه نجمع شو بقي من الخارجيه تنساعد دير بيرعى يعني بيقدم الرعايه لاطفال ومن بعدها صرنا نزيد بس كبرت الجمعيه صار عندنا اضطرينا نصير جمعية رسمية وصار عنا على المخبر من ست سنين تقريبا بالأساس بلشنا مثل ما قلت بأربعين عائلة عم نساعدها بآخر فترة من وقت التعبئة العامة صرنا عم نساعد حوالي 600 عائلة يعني عم نحكي من أدار لليوم لأنه الوضع الاقتصادي ضاغط سر الاستمرارية هو الناس لسوء الحظ مثل ما بتعرف اليوم المجتمع المدني آخذ محل وحل المحل الدولي والمجتمع المدني هو اللي عم بيساعد حتى يقدروا هالناس يضاينوا بالوضع الاقتصادي الضاغط عم نشوف تدهور كتير كبير بالوضع الاقتصادي لعيال كانت اساسا منا بحاجه اليوم صرنا عم نشوف اشخاص هن كانوا بيشتغلوا بطلوا عم بيشتغلوا ما بقى قادرين يكفوا الناس صارت صاروا بنص معاش عيال صارت شبه معدومه وحولنا كل شغلنا يلي كان اصلا مرتكز كمان على التطوير وعلى دعم مؤسسات مثل مستشفيات الحكومه مثل مستوصفات كنا عم نعمل نوع من رينوفيشن لمستوصف عملناه لمستوصف كرم الزيتون نفضناه كله مشان يقدر كمان يساعد المنطقه يلي حواليه اليوم حولنا كل الانشطه تبعونا لمساعدات غذائيه لسوق الحظ من خلال كمان تبرعات الاشخاص وكمان دعم من الجمعيه. مساعدات غذائيه يلي هي اليوم ضروره بس يعني دائما كنتوا كمان تهتموا بالشق الطبي مزبوط. مثل ما تفضلتي وذكرتي بالمستوصفات وغيرها، اليوم الحاجه كانه بنحس هي متوازيه بين المساعدات الغذائيه او الطلب على المواد الغذائيه وطلب ايضا على الاستشفاء، على الادويه، على المشاكل الصحيه يلي عم بتكون موجوده، عم تقدروا تكفوا هالشقة او عم بتجربوا تكونوا عندكم هيك التركيز فقط على المواد الغذائيه وشو عم بتشوفوا اليوم بالسوق ميرا؟ يعني اليوم مثل ما قلت نحن كنا عم نساعد المستشفيات باراليل يعني عملنا غرف لعب بقلب مستشفيات الحكومه بقلب مستشفى بوار الحكومه وبقلب مستشفى كارنتين الحكومه وكمان مثل ما قلت لك نفضنا مستوصف الكارانتينا يلي كانت حالته شوي تعبانه نفضناه تيصير يقدر يستقبل اكثر عدد اشخاص بالمنطقه اليوم عن جد الحاح الغذائي والحاجه الغذائيه صارت كثير كبيره يعني بتاسف اقول انه اليوم باخر ست اشهر حصرنا مساعداتنا فقط لمساعده الاشخاص يلي بحاجه لمواد غذائيه وصرنا عم نشوف عيال عن جد مثل ما قلت لك عيال كانت كافيه ذاتها يمكن كانت تساعد كمان وكانت هي تساعد ومن هيك عم بقول كمان خف كتير المساعدات يلي كانت عم تجينا لانه الاشخاص يلي كانت تدعم الجمعيه صارت كمان بدها تضطر تدعم نفسها بالاول مم. قبل ما تقدر تدعم الاخرين، مم. يعني كمان صار في شح بال بالمساعدات شح بالمساعدات معناتها شغلكم عم بيزيد والمساعدات عم تنقص كيف عم تقدروا تعملوا؟ طبعا قبل كان ممكن نقدر نعمل ايفنتس، نقدر مزفور. نكون عم نقوم بهيك اعمال مهضومه تعمل فند ريزنج، اليوم هيدا كله انتهى كله انتهى، نحن اليوم عنا اذا بفوتوا على صفحه الانستغرام تبعونا من قلبي دوت قلبي او على صفحه الفيسبوك من قلبي، آه عنا لينك عم نشوفهم كلهم على الشاشه بيقدروا بيقدروا يعملوا كليك على هيدا اللينك وبيروحوا على محل بيقدروا يشتروا آه كرتونه غذائيه اليوم سعرها بعده مقبول بالنسبه للسوق بعدنا عم نحكي ب 70 الف لكرتونه متكامله بتكفي عائله من خمس اشخاص لتقريبا شهر مم. يعني بعده السعر مقبول ما بنعرف متى بيتغيروا الاسعار لان ما بتعرفي الاسعار عم بيتغيروا آه تلقائيا من يوم للتاني ولكن اذا بيلحقوا هيدا اللينك بيقدروا يساعدوا نحن عم بيجينا طلبات اكثر بكثير من أدى عنا مساعدة نقدر نقدر نساعد. والجمعية حطت كل مدخرات اللي كانت حطتهم بالعجنة بتقدر تعمل الأنشطة تبعيتها كل مدخراتها حطتهم مشان تساعد هالأشخاص بالمواد الغذائية هون عم نشوف هالأماكن يلي قدرتوا تهتموا بفرشة مزبوط تفرشوا التخوت الشراشف وكله شراشف كنا كمان هو الشراشف اللي وزعناهم لدار عجزة كمان نفضنا دار عجزة كمان عملنا له نوع من غرف تسليه للمسنين تيقدروا يكونوا بمحل مرتاح مع الادوات اللي بيستلزموها بدور المسنين مشان البسيكوموتريسيتي تبع تبع المسنين. نعم. كنا عم نجرب قد ما فينا نعمل مساعدات جانبيه اليوم الوضع صار مزري لدرجة أنه أكل الناس ما بقى معه هي هي يعني اليوم الهدف والهم هو تأمين الأكل والشرب للناس مزبوط شو عم, عم بيكون فيها الكرتونة عفوا أه قبل كمان ما قليك شو فيها الكرتونة كمان عم بيجينا طلبات كتير من عائلات عايزين أدوية عايزين كمان أجارات أشخاص مسنين عم بيحطوا الأجار بدل الأجار عم بيحطوا بدل دواء يعني عم بيصيروا يا أما منتحكم يا أما منصير اف. على الطريق كمان نحن على على الفيسبوك نحن ما بنساعد مساعدات عينيه كجمعيه ولكن بندعم هيدول العائلات اذا في متبرعين عبالهم هن يساعدون ويلتزموا هيدول العائلات فباخر اسبوع بقدر اقول لك انه ساعدنا خمس عيال ببدلات اجار باسبوع واحد اجانا طلبات ناس بدها يعني عم نحكي عن المبلغ اللي غطيتوه قد يعني باسبوع الماضي عم نحكي تقريبا بحدود ال مليون ليره يعني عم نحكي لخمس عيال تقريبا تقدروا غطوا اجاراتهم شيء قدرنا لهم على كذا شهر شيء على شهر واحد حسب حسب المساعدات يلي اجتنا لكل عائله اذا بدنا نرجع شوي على هالصناديق المساعدات اللي عم تنبعت شو عم بيكون تقريبا موجود فيها هل بتقبلوا مساعدات عينيه او اموال او يعني بس آه مصاري مساعد. نقبل مساعدات عينيه اكيد كمان في رقم التليفون يلي بحب يتبرع لنا هي الكرتونه فيها صفر واحد عم يمرق على الشاشه لكل الاشخاص يلي بحبوا يتبرعوا، طبعا رح بيكون في اتصالات لناس كمان بحاجه اكيد آه اليوم اكيد على هالرقم نفسه اكيد هيدا من التنين للجمعه بيقدروا يتصلوا فينا عليه، آه الكرتونه هي فيها آه بس اليوم للمساعدات آه بتتلقوا على هالرقم؟ على هيدا رقم مش اليوم التنين، اذا أوكي. ممكن يتصلوا فينا نهار التنين، آه نحن يعني نحن الكرتونه اللي, اللي موجوده في بقلبها حليب بودره، في بقلبها حبوب من جميع الانواع، فاصوليا، برغل، عدس نوعين فاصوليا، عدس كمان نوعين عدس، في بقلبها توميتو بيست معكرونه، يعني فيها معلبات، فيها تونه، فيها كذا فيها كذا شغله، هي العلبه زيت كمان اليوم لانه عارفين قد الوضع صاير ماساوي العالم والغلا صار فاحش انا بدي اعلق على هيدي الصوره لانه في طلاب مدارس حبوا يجوا يساعدونا بتوضيب الكراتين وعم بيجينا كثير طلبات من شباب عبالهم يجوا يساعدوا ويقدروا يوضبوا هدول الكراتين معنا من هيك نحن كمان نشكر نشكر طلاب المدارس اللي هن عم بيقوموا بهدول النشاطات وكل يوم بيتصلوا فينا اي متى فينا نساعد اي متى فينا نساعد لانه العالم عم بتحس قد الناس صايره بحاجه لمساعدات يعني كثير حلو اللي عم نشوفه وعن جد ما احلاهم هالشباب والصبايا يلي عم بكونوا فعلا عم بيلاقوا هالهوايه يمكن الجديده اللي, اللي عم بيتعرفوا عليها يلي هي مساعده الاخر لانه اليوم كلنا بحاجه يمكن من بين بعضهم اصحاب اليوم صاروا بحاجه انه يساعدوا بعض يعني للاسف والوضع سيء جدا اليوم بنطلب من كل المشاهدين يلي قادر يتبرع باي شيء فعلا رقم من قلبي موجود على الشاشه وممكن تتصلوا فينا كمان هلأ مباشرة على الهواء إذا حابين يكون عندكم أي مساعدة أو تعرضوا أي مساعدة وأيضا على كل العناوين الرقمية يلي عم تمرق على الشاشة لما بتكونوا عم بتجهزوا مستوصف أو بلاي جراوند مثل يلي عملتوه كمان كيف بتقدروا تأمنوا هالأمور كله من عندكم أنتو أو بيجي كمان هيك اكويبمنت من من اشخاص مزبوط يعني نحن مثل ما كنت عم بتقول كنا نعمل ايفنتس كنا ناخذ نضمن موفي نعمل ايفنت نجمع منهم فاندريزينغ وهدول المصاري كلها تروح لمشروع نكون نحن محددينه قبل بوقت هيك كنا نجيب المصاري وكمان اللي كانوا عم بيقوموا بهدول الاعمال كانوا عم بيقدموا مساعدات عينيه يا اما دهان يا اما طرش يا اما خفان يا اما بيتون او اما بال, بال... بسعر الكلفه هيدي بلاي جراوند البوار هي كانت غرفه سكرناها وعملناها بلاي جراوند بالكارانتين عمرنا من من لا شيء البلاي جراوند اللي موجوده والناس كمان اللي بتحب تتبرع تجي تساعدنا، في مشروع كمان كثير عزيز على قلبي كمان عملناه ما بعرف يمكن تقطع الصور بعد شوي، آه كمان من ضمن مساعده الاطفال اللي موجودين بقلب المستشفيات، نحن بعد دراسه عملناها وشفناها آه كمان بوسائل الاعلام الخارجيه والاجنبيه، شفنا انه الاولاد اللي بدها تروح تعمل عمليات ليفل ستريس تبعولهم وقت اللي عم ينتقلوا من غرفتهم لغرفه العمليات عم بتكون كثير عاليه، فأمنا لمستشفى ولا ولمستشفى اوتاديو كنا مكفيين ولكن اجت التعبئه العامه سيارات كهربائيه بسوقها الاولاد هن طالعين من اوضتهم على غرفه العمليات هيك بيوصلوا نفسيتهم مرتاحه أكتر اهون على على الاطباء انهم يقدروا يبنجون مثلا قبل العمليه او يقوموا بالعمليه ويخففوا السترس ويخففوا تبع الاولاد نحن ما من مزبوط نحن ما بنحط صور اطفال ولكن وصلتنا صوره من مستشفى وكثير معبره هي موجوده كمان على على الفيسبوك بيتش تبعونا عن ولد عم بيسوق هالسيارة وعم مبسوط يعني ضحكته ضحكته كثير كبيره فحسينا انه هيدا المشروع من 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 احلى المشاريع اللي عملناها عن جد هيك وما حدا مفكر فيها يعني ما هو فكرة ما هو كثير حلوه فكنا عم من عم من عم نجرب كمان انه نكفي على غير مستشفيات ولكن صارت التعبئه العامه على امل نقدر نكفي ونس الامور بتصير بتصير افضل توردز اخر كوارتر من السنه نجرب نقدر نكفي نامن السيارات لكل المستشفيات اللي عندها قسم اطفال بقلب بلبنان واو عن جد يعني ان شاء الله بتقدروا تتابعوا لانه كمان هم الاولاد هم الاستشفاء وهم دور العجزه كمان هن هموم كثير كبار بلبنان ومثل ما ذكرت بالاول هن الجمعيات الاهليه اللي عم بقوموا بكل هالاعمال لانه الدوله خصوصي بهالمجالات يعني ما عم بتكون قادره تامن مراكز ولا حتى قادره تامن هالمدخول يعني ليسعف فشغل علينا شغل على كل شخص منا وبهالوضع هيدا كمان ميرا يعني ما فينا ننسى كمان دور العجزه وانا بعرف انه في كتير دور عجزه عم بيعانوا كثير مثل ماوى الماروني كمان يلي دائما بنذكره ودور كثيره اليوم هو الشراشف اللي للمأوى الماروني كانوا نحن نحن من دور من الدور العجزه اللي منساعدها نحن بالنسبه لنا كمان انه الشخص اللي صار كبير بس لازم يعيش بكرامه باخر ايام حياته ويكون موجود بمحل مرتاح فيه نحن كمان, كمان كمجموعه من من قلبي بنروح بنزور دور عجزه وبنعمل لهم حفله بنغني وبنرقص نحن واياهم مش بس مساعدات عينية اللي, اللي عايزت عايزتها الدور العجزة كمان مساعدات معنويا ونفسيا معنويا ونفسيا ومنغني سوا ومنصلي سوا وبنرقص سوا وفي منهم حتى بواحد من الدور العجزة كان عنا جروب من المسنين يلي أصلا ما بيقوموا ما بيقدروا يتحركوا وقفوا وصاروا يرقصوا اف. رئيسة الدير قالت لنا يعني هيدا الجروب مخصص لكم لأنه ما نحن ما بنعرفهم أنه أصلا بيغنوا يعني صاروا بيغنوا بيغنوا لفيروز بيغنوا لل يعني شيء كثير حلو كمان مش بس مساعدات عينيه اوقات كمان مش كل شيء بيصير بالمصاري اوقات اذا وقفت حدا او قعدت معه او حكيتي بكفي كمان تساعديه ميرا رح تكملوا بالرغم من, من كل الظروف بالرغم من, من كل التحديات اللي عم تمر فيها نحن هدفنا نكمل ورح نعمل جهدنا ان نكمل ولحد اليوم كتر خير الله وكتر خير عن جد جميع الاشخاص اللي عم بيساعدونا قادرين نكمل حتى اشعار اخر يعني بس نحنا ما رح نوقف طالما في مساعدات عم تجي طالما نحن عم نساعد وهيدا الشيء بلغناه للعيال يلي نحن عم نساعدها قلنا لهم نحن ما رح نترككم قد ما عندنا مساعدات قد ما رح نضل فينا نساعدكم ورح نساعدكم تلقائيا يعني, اذا في 10 كراتين اكل رح نبعثهم في 20 رح نبعث ل 20 عائله في 100 رح نبعث لل 100 يعني هو الهدف قد ما فينا نساعد من هيك دعم الناس ودعم الاشخاص اللي برا للجمعيه رح يكون كثير مساهم لنا تنقدر نكفي ميرا سعاده معربس من جمعيه من قلبي على كل حال اسم هالجمعيه لحاله بفرجي قد ايه العمل الخير هو بيطلع من القلب وبيرجع ميزي. للقلب كمان لانه الفرحه يلي بيشعرها الانسان اللي بيعمل خير ما في عن جد ما لا في شيء بوازيه عن جد لا فعلا توصف. هيك يعطيكم الف عافيه ميزي. واكيد ميزي. كل العناوين ما وابتداء ابتداء من تنين بتقدروا تتبرعوا على هالرقم يلي عم يمرق على الشاشه brejkë o mërësha. Mesik që